مكملين وعلى التاتش سكرين مع عز ونشوف كده ايه اللي حصل امبارح. ايه اللي حصل امبارح بقى؟ عجبني في جارث ساوث جيت الفكره بتاعت ان جارث ساوث جيت بيعمل ايه؟ بيتحرك بهاري كين ورحيم ستيرلينج والثالث ده بيبقى على حسب الخصم بتاعه عامل ازاي. حل. بمعنى ان في مره خلي الثالث ده يكون ساكا، في مره خلي الثالث ده يكون سانشو، خلي فودن. كل واحد من دول ليه كاركتر، ليه شخصيه مختلفه عن الثاني. فودن عايز الكره في رجله يطلع يجري بيها، ساكا او ساكا هو اللي عايز الكره في رجله يطلع يجري بيها، فودن بيجري في المساحات بشكل كويس يستلم الكره وهي بتتحرك، وسانشو بيفتح الملعب، هو الجناح الاكتر اللي ينفع تصنفه جناح، جناح كلاسيكي. حل. فكل بني ادم من دول ليه توظيف، التوظيف بقى ده هو اللي بيحدد خطه اللعبه بتاعتنا. وبعد كده لما التيمبو يعلى قوي ويبقى الكوره عامله زي ماتش المانيا كده، كله عمال يرمي كور طويله وكور عرضيه، انجلترا والمانيا عمالين يضربوا على بعض صواريخ وقنابل، ينزل جاك جريليش يقول لهم هاتوا الكوره يا جماعه، اللعبه خالص بقى، هات الكوره في رجلي، ويقوم يديها لوك شو، لوك شو يجيب الجول، يعمل اسيست جول كل سنه. طيب في المباراه دي كان الاستخدام بتاع سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد، منتخب اوكرانيا يستاهل الرقم اللي اتدفع فيه؟ لا، بس الانجليز كلهم عموما سعرهم دايما بيبقى ازيد بكتير من السوق الطبيعي. صح. صح. بس هو لعيب كويس، لعيب كويس جدا طبعا. انما الارقام اللي بتدفع في اللعيبه الانجليز دايما بيبقى فيها سنه مبالغه اكتر شويه من الارقام اللي بتدفع في اي لاعب من جنسيه تانية. في الملعب زي ما انت شايف منتخب اوكرانيا كان بيدافع بخمسه لعيبه، ثلاثه مدافعين وباك يمين وباك شمال، فكان الفكره ان احنا محتاجين ان احنا نفتح المنتخب الاوكراني شويه، فعشان كده راح لان الجناح بتاعه يكون سانشو. أوكي. سانشو هنا الراجل بيطلب من سانشو انه يفتح الملعب علشان خاطر يبتدي يجيب الفريق، وده التكتيك اللي مشي في معظم الدقائق بتاعه الشوط الاولاني. سانشو يفتح الملعب يستلم الكوره، واول ما يستلم الكوره الملعب يبتدي يتشد بشكل كويس، ونبتدي بقى نتفرج على الناس هتلعب ازاي مع بعض. سانشو يدي الكوره هنا، يكون هو وصل لهنا، يستلم الكوره سانشو هنا، يشوف الراجل اللي وراه، يسلمه الكوره سانشو يتحرك لهنا. فتبتدي الكوره تمشي بعرض الملعب لحد ما نعمل تفريغ للعيبه اوكرانيا اللي كلها مرحله يمين. أيوة. ونوصل للراجل رحيم لوحده خالص. بالظبط كده. فانت بتتكلم في ان فضل منتخب انجلترا بيلعب الزجزاج ده بالشكل ده، بالشكل المنظم جدا ده في الحقيقه، لحد ما قدر يوصل رحيم ستيرلينج للنقطه بتاعه واحد على واحد ونروح على الجول. بس كلمه السر في اللعبه دي كلها بقى الاثنين، فيليبس ورايس. فيليبس ورايس ولا الناحيه دي بس، ولا سانشو بس؟ فيليبس ورايس ليهم دور حلو تاني، دور كبير قوي. جدا طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا. وهو بالنسبه لي السبب في ان انجلترا المرشحه الاولى للفوز بكاس اوروبا. حلو. انما الطريقه بتاعت اللعب الزجزاج، بص الخط ده كله ده الخط اللي مشي بيه الكوره لحد ما وصلت هنا. سانشو هو اللي كان بادي اللعب من وسانشو هنا، وسانشو هو ده ووصل لحد هنا. فانت بتتكلم في ان الطريقه كانت طريقه ذكيه جدا من جارث ساوث جيت علشان يحكم ارض الملعب قدام فريق بيدافع بخمسه اربعه واحد، حاطط ال10 لعيبه تقريبا. أيوة. ورا الكوره. ايوه، ده المشهد الرئيسي من الكاميرا العاليه اللي بتصور المباريات علشان التكتكس. تعال بقى نتفرج على الجول ونشوف ايه اللي حصل بنفس الطريقه. نفس الفكره، الناس ابتدت الهجمه من ناحيه اليمين، الزحمه كلها هنا، مشينا بالزجزاج لحد ما وصلنا لان لوك شو هو اللي واقف هنا. طيب لوك شو واقف هنا ليه؟ علشان خاطر برضه نوصل رحيم لموقف واحد على واحد. يعني احنا هدفنا ايه في الكوره؟ هدفنا ان احنا نخلق المساحه الواسعه دي كلها عشان رحيم يتصرف هو لوحده فيها. بالظبط كده. فتقدر لما يوصل لموقف واحد على واحد، لوك شو كمل جري فسحب الراجل ده معاه، فخلقنا مساحه اكبر. وقتها بقى هاري كين يبتدي سنتر نفسه كمهاجم. صح. جوه الصندوق راجل برنس، وهاري كين عنده لعبه جامده جدا. كان البطل بتاعها دايما في الدوري الانجليزي بصراحه كان اوكون اجويرو. ان احسن تحرك في منطقه الجزاء ان انا ما اتحركش كتير. بمعنى ان بشوف المدافعين بيغلطوا ازاي وباخد منهم. ففي الكوره دي اول ما رحيم ستيرلينج دخل للقلب، المدافع ده اوتوماتيكلي ابتدى يحط عينه على ان في سبيس انا عايز اروح لها. وانس انه عمل كده هو خطر هاري كين. خلاص هاري كين طبعا، فهاري كين عارف كويس ده. فهاري كين ما استعجلش وطلب الكوره، ما استعجلش وعمل جري الناحيه الثانيه، فزي المدافع ياخد حرك يسيب له المساحه بتاعته اللي هو اتحرك فيها جاب الجول. جامد جدا جدا جدا. فانت بتتكلم في ان احيانا احسن تحرك للمهاجم انه ما يتحرك طبعا، يسيب القواشيط الثانيه هي اللي تبعتر. صح. فالهدوء ده والذكاء ده بتاع هاري كين يخليك برضو تقول انجلترا وايطاليا، انجلترا واسبانيا، هاري كين هنا مين قصاده في الاثنين دول؟ مفيش في ايطاليا او اسبانيا، مفيش حد. فهاري كين تمنه تقيل قوي. صح. في الملعب بصراحه. صح. صح. فيبقى انت بتتكلم في ان في تكتيك، التكتيك ده هو اللي اثر عنه الجول الاولاني اللي فك المباراه. فبتتكلم في ان في منظومه كويسه جدا. النقطه الثانيه بقى اللي انت ذكرتها بتاعت فيليبس وديكلان رايس،
ان منتخب انجلترا, وده السبب اللي بقول لك بيخليني احط انجلترا في حته تانية في الترشيحات, ان جاريث ساوثجيت حتى هو بيلعب اوكرانيا حاطط في دماغه الحته بتاعت ان اللقب يساوي التزام تكتيكي. جميل. وبالتالي انت هتلاقي في معظم الهجمات بتاعت منتخب انجلترا في بمنتهى الوضوح خمسه قدام الكوره. أيوة. وخمسه واقفين وراها. حلو. بمعنى ان حتى قدام اوكرانيا علشان ما ادفعش ثمن غالي انا عايز برضو انا متوازن بالظبط كده. وبالتالي ستوب بقى اللقطه دي, هتلاقي ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه في منطقه جزاء اوكرانيا. في كام بقى واحد واقف مستني خمسه. طيب ليه لوكشو واخد الحريه اللي مخليها صنع كل الفرص دي في الملعب؟ علشان كايلي ووكر واقف الناحيه الثانيه. وبالتالي انا مدي الامان التام للمنتخبات الكبيره. انت بتفترض جدلا ان الظاهرين طايرين. الجمله اللي احنا اعتبرناها خلاص من الكليشيهات, الظاهرين طايرين. لا, في البطولات الكبيره بتقلب ثلاثه ورا ان واحد منهم بيستنى والثاني هو اللي طبعا. لان انا في الاول في ثلاثه مع الاثنين هوم ديفندرز, فتتقلب متوازنه جدا خمسه وخمسه خمسه وخمسه. صح. ودي طريقه الدفاع الجديده اللي موجوده في الكوره في العالم كله. ان انا حتى في المباريات اللي انا عايز اهاجم فيها انا خمسه قدام خمسه. صح. مره ثانيه هاري كين في منطقه الجزاء احسن تحرك كان, بص وسط كام واحد, لكن برضه لان هو بالنسبه له هو اللعب فضل ماشي من اليمين لحد ما السنتر باك ده كان خرج من الملعب. صح. فسابوا له برضه مساحه اللي هو عايزها, واقف هنا اتحرك الخطوه دي بس خليته بين الاثنين المدافعين. احسن تحرك ان انا ما اتحركش كتير, ومش اي حد بيعرف يعمل الجمله. لا اللي طبعا انت بتقولها مستحيل. زي ما انت قلت اجويرو كان مميز فيها جدا, وهاري كين دلوقتي مميز فيها كان جدا. رقم واحد طبعا في الملعب ده. مره تانية هتلاقي دايما الفكره دايما مرتبطه باربعه خمسه هم بس اللي دايما في الكادر معاك. يعني طول الوقت انا عندي التزام وعندي توازن, وفجاه بيقلبوا خمسه. صح. خمسه قدام الكوره خمسة ورا. صح. دي الحاجة اللي بالنسبة لي حاطة منتخب انجلترا في مكان تاني. متفق معاك. الحاجة الأخيرة بقى إن إحنا كلنا في ظهر لوك شو علشان هو عرضياته مميزة أحسن من أي حد تاني. وبالتالي لما هتشوف معلش الصورة اللي فاتت هتشوف إزاي هاري كين هاري كين رحيم ستيرلينج الفرقة بالكامل مخدمة على إن الكرة توصل للوك شو. صح. فإحنا كلنا عايزين عارفين إن في كثافة هنا عند أوكرانيا, فهنا هاري كين يسيب مكانه ويبتدي ينزل عشان يساعد يسحب الحتة دي, فالدنيا دي تفضى هنا وبعدين يكملوا ونتحرك. الكرة دي كانت أوفسايد بس كانت هتبقى بس كانت هتبقى جول. وبالتالي أنت بتتكلم في إن في تكتيك وفي تريكس والدنيا سوبر. طيب تعالى أسألك أسئلة سريعة جدا دلوقتي. أنا عشان أخلق المواقف لرحيم ستيرلينج في كل لقاء واحد على واحد دي برضه هتتقفش, يعني هتتمسك 100% هتتقفل في ماتش الدنمارك وفي النهائي. طبعا. إيه حلها؟ جاك جريليش. يعني قصدي عندي عوامل تانية اقدر او عندي بدائل لقطة ان انا بخلق مواقف لرحيم 100%. لان زي ما قلت لك اللعبة بتاعت سانشو يفرد الملعب ويتحرك بالكرة لحد العرض هي كانت اول مرة تطبق امبارح. صح. انما قبلها كان ساكا بياخد الكرة بيخش على المدافع واحد على واحد, وكان بتتغير فودن في لقاء الظهار قبلها. فودن ما كانش بياخد الكرة, كان بيتحرك من الظهر ومباشرة هاري كان ينزل, وفودن ورحيم الاثنين يدخلوه وواحد من الاثنين هياخد الانفراد. فاحنا عندنا حيل كتير قوي. انما المبادئ بتاعت خمسة ورا الكورة وخمسة قدام الكورة والضغط العكسي دي كلها حاجات وهاري كين دي الثبات. دي الحاجات الثابته ودي حاجات بصراحه مش اي حاجه برضه عادي جدا عادي جدا مع الحاجه الرهيبه اللي موجوده في كاس اوروبا البلاي بوك بتاع الضربات الثابته. احنا تحولنا لحاجه زي الباسكت. الباسكت فيه حاجه اسمها بلاي بوك. كل هجمه بتركه لازم يبقى فيها. فانت بقت كل فرصه عندك بتركه. صح. هندرسون واقف قدام المدافعين بس هو عارفين كويس قوي ان التلاتة دول هيخشوا في حضن التلاتة دول, فبالتالي هيبتدي هندرسون يتحرك وياخد المساحة وياخد الكورة ويجيب جول. فبقيت بتتكلم في ان التريكس وصلت انجلترا ووصلت الدنمارك. صح. ف يعني خلاص بقت كاس اوروبا للضربات الثابته. فاللي عنده مدرب الكوره بتتغير. اعتقد ان النسخه دي كمان بتثبت لنا ان الكوره بتتغير في حاجات كتير 100%. انت بتتكلم في منتخب الدنمارك الجول اللي جابه في التشيك. الراجل ده واقف الاثنين او الراجل ده هو اللي جاب الجون. واقف ملوش اي علاقه بالملعب وحاجه رايق جدا برنس قوي. ده الراجل اللي جاب الجول. الراجل ده هيتحرك هياخد معاه الاثنين السنتر باكس بتوع المنتخب التشيكي لان اعصابهم مش مستحمله لان هو بالنسبه ده تشيك ده مش السنتر باك كمان يعني بص التشيك كلها هنا. شكرا. حلو بقى لوحده. شكرا. سيمي فاينل تركه واحده. طب تعالى نرجع بقى محليا ونشوف كده اجابات الناس وهسالك برضو عن الموضوع توقعاتك للقاء الاهلي وسموحه نشوف الأول.